اليوم بدنا نحكي عن موقع اسمه eBay.com. طبعا هذا الموقع زي ما حكينا عنه قبل بموضوع الكلاسيفايدز اللي خلوا بيقدروا الناس يقدروا يبيعوا ويشتروا على الانترنت بشكل شخصي. نحكي كل المنتجات المقدمه من الناس وكل اللي بدهم يشتروا كمان جاي من طبعا بيعملوا هم زي المزاد على كل سلعه من السلع لمده فتره معينه، بينزلوا سعر معين وانه لمده مثلا 5 ايام وبيصيروا الناس بيزايدوا، اللي بيجيب اعلى سعر هو اللي بياخذ القطعة اللي معروضة هون البيع. طبعا لما يسكر السعر اللي هم زاد اللي هنا اصلا حاطين له انه انت ما راح يسكر. طبعا. هلا بتصور يمكن اول شيء لازم واحد يسويه لما يدخل على الاي بي على اساس يقدر هو يتفاعل مع الموقع هذا اللي هو موضوع الريجستريشن. بتصور الريجستريشن طبعا كيف واحد بيدخلها؟ بكبس على الساين ان. من الساين ان بنقدر ننتقل لموضوع اللي هو الريجستريشن. اوكي، في اظن 3 مراحل هو بالريجستريشن. المرحلة الأولى هو شيء إنه بتسوي أنت الريجستريشن، المرحلة الثانية بتكون إيش هي؟ يو تشيك يور إيميل، وبعدين إنه بتضيفي اليوزر آي دي والباسورد. طبعاً لازم يكون محطوط إنه لازم يكون العمر فوق 18 سنة عشان تكون ممبر بالإي باي أو تشترك بالمزادات اللي بحطوها. اوكي هلا نحكي، خلينا نحاول نشوف ايش في كاتيجوريز معينه بدنا احنا نختارها. ايش رايك بالكاتيجوريز اللي احنا نختارها؟ يعني احنا بدنا ندخل على الشوبينج اول شيء، وخلينا ندخل على الجولري. اوكي يلا خلينا ندخل على الجولري. تصور يمكن هي شغله فعلا مش بطاله، يمكن يكون مش من ضمن خياراتي، بس تصور شغله حلوه يعني هي. يلا. اوكي، لا في جولري كمان للمن هلا، بس بتفرج عليها بتشوف انه في اشياء للمن. اوكي طيب جود. اوكي دخلنا احنا عملنا كليك على الجولد، في دايموند، في طبعا نعرف انه الجولري المعروض هون معروض زي ما حكينا مره ثانيه من قبل الناس هن اللي عارضين هدول الجولري، فراح نشوف في شغلات حلوه، في شغلات يعني ما بتناسبش اذواق الناس كلياتها، في شغلات اثريه قديمه كثير. بالضبط. اوكي خلينا نشوف هلا all items included. طبعا هلا الواحد لما يفتح بيقدر يفتح هيك، واذا حاب انه يقدر يستعرض زي ما قلنا موضوع صور ايوه اوكي، شوف صور للايتمز اللي معروضين هون. شوف فين اللي بتكون هي اللي هي عباره عن all items gallery preview. ايوه all items including gallery preview. واحد بيقدر يدخل عليها، بيقدر وقتها يبين معاه كل الصور الموجوده. اوكي طيب هلا ايش المعلومات؟ لو نشرح شويه مع تبعت المعلومات الموجوده عندنا هلا هون في الانترفيس. طبعا هم حاطين شو هو الرينج مثلا، خاتم او اسواره، او شارحين عنه شوي وقديش كم من نايس ستيت 14 كارات يمكن كارات وحاطين البرايس قديش السعر والبيدز اللي هم الناس اللي بيزايدوا عليه، كم من واحد زايد عليه، وامتى اخر موعد للمزاد هذا. بالضبط. طبعا هذا السعر اللي هو اللي هم وصلوا له راح اديت هلا بالمزاد. اوكي. طيب هلا نشوف احنا نستعرض مثلا احنا بدنا ننقي ونختار وحده منهم. شو رايك بتختار هذا؟ اوكي مثلا هاي الاسواره. اوكي. حقها 330 دولار و18 شخص عاملين عليها مزاد. شكله في عليها طلب يعني منيح هاي. اوكي. طبعا هون عندنا الفيرست بيد اللي هو ال كان 75 دولار فيرست بيد، 75 دولار كان بعدين هلا ضلوا يرتفع لحد ما وصلت 330 دولار. طبعا واحد بيقدر كمان يشوف البيد هيستوري كمان اللي هو كم من شخص، يعني ايش طبيعة تاريخ الناس اللي شاركوا في موضوع البيد هيستوري، بيقدر يبعث هذا كمان البيد لاصدقاء له سند اذا بحبوا يشاركوا فيه. بالضبط بده يشاركوا فيه، انا ما بنصحش عشان الواحد اذا بده بالاخر ياخذها و تدبس فيها هذه، فانه مش معقول يبعثها لواحد صاحبه يعني. اوكي. دايما واتش ذيس ايتم كمان بقدر يشوف هذه، بس لازم يكون سبسكرايب. هاي بنقدر كمان احنا هون نشوف ديتيلز لطبيعه الايتم نفسه اللي معروض. اتفرج عليها هلا هون. طبعا ديتيلز بحاولوا يصوروا من عده زوايا اساس يقدر يبين الناس اللي يشوفوا كيف طبيعه شكل الايتم هذا، شو الديتيلز خاصه بالاشياء. طبعا كاتبين معلومات عنه كمان. كمان كاتبين معلومات تكون عنه تقريبا 4 أو 5 اسطر عن تاريخه وامتى استخدم، كل هالامور هاي عشان يعطوا شويه تفاصيل اكثر عن المعلومه هاي عن الموضوع هذا. هلا شو بدنا نسوي احنا؟ هلا الواحد بده يقوي قلبه زي ما حكينا احنا، وبدنا نعمل البيدنج يعني.
نشوف هلا فين نحكي تحت نروح على هاي بيد كليك اون بيد هون وقتها بنجي نحط يور ماكسيمم بيد. طبعا هلا هم موصلين 330، اذا انت بدك تزايد لازم تزايد باكثر من $5. فبتحط شو الرقم اللي انت بدك اياه، مثلا هو 330 335 بالضبط، حط 335 نكبس هون هلا ريفيو ذا بيد عشان وقتها الواحد بيقدر انه يزيد ال البيت تبعه. طبعا هلا يعني اذا كان واحد هلا احنا ماشيين احنا من غير ما احنا عاملين ريجستريشن ولا عاملين شيء، بس حطينا 335 على اساس نشوف لفين السيستم بياخذنا. بس بتصور بعد الخطوه هذه راح يطلع ينطلب انه احنا نقدر نعمل ريجستريشن للسيستم نفسه اللي موجود عندهم يعني. اوكي هي ريفيو كونفرميشن اوف يور بيد. اوكي ايتم كذا كذا، يور كرنت بيد از 335. طبعا هون حدث لك انه لازم تحط يوزر اي دي والباسورد، فاذا انت لازم تكون ممبر، لازم تعمل ريجستريشن عشان بالضبط. بتصور هي ريجستريشن تكون فور فري الواحد، وما بتصورش في اوبليجيشنز معينه بتكون موجوده عليه الشخص، الا اذا كان بده وقتها يعمل بيد وقتها لازم وقتها يحط بعديها اللي هي الكريدت كارد نمبر عشان يقدر هو يقدر يشتري هذا الايتم اللي هو طالب انه يشتريه. اوكي فبتصور ان هيك احنا يعني غطينا بمعلومات عامه بالنسبه لموضوع الاي باي، وحتى اي موقع كمان هو ببيع منتجات او ببيع منتجات للناس اللي حابين يبيعوا اغراضهم، او للناس اللي حابين يشتروا اغراض من ناس حابين يبيعوا اغراض على الانترنت. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بفقرتنا، خليكم معنا لفقرتنا الجايه.